زكياني انا مبسوط انت في قناه الاهلي. طبعا كابتن محمد هاني طبعا لعيب محترم، لعيب مجتهد ولعيب كبير، يعني شايف ان هو السنه دي عمل موسم كويس قوي، وانا كنت شايف ان هو يكون مفروض يكون موجود في المنتخب، بس طبعا ده نصيب يعني، وهو ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في حته احسن ان شاء الله لو كمل مع الاهلي او بره. بس انا شايف ان هو الموسم الصراحه بسم الله ما شاء الله يعني من احسن اللعيبه موجوده في نادي الاهلي مع كابتن علي معلول، يعني الفريق كله الصراحه بلا استثناء، فانا شايف ان دي احلى مواسم لي ان انا شايفه. برحب بك هنا على قناه النادي الاهلي، وبقول هاني مزيد من النجاح ان شاء الله الفتره الجايه. هاني من ساعه ما طلع والدرجه اللي هو الحمد لله ماشي بخطوات ثابته، بتمنى له النجاح باذن الله. هاني طبعا من اللعيبه المحترمه واللعيبه كويسه، وبتمنى له ان شاء الله التوفيق في الفتره اللي جايه باذن الله. اللي يميز هاني انه شخصيه ممتازه، شخصيه مع تعطي كل ما عنده في الميدان، انسان محترم متربي متخلق، ان شاء الله نتمنى له التوفيق في المسيره بتاعه، مستقبل النادي الاهلي في يده، وان شاء الله نشوفوه في اوج العطاء بتاعه بالتوفيق ان شاء الله. هاني طبعا لعيب مميز، وطبعا كان خساره ان هو ما راحش المنتخب طبعا معاهم. لعيب كويس ولعيب صاعد وشخصيه جميله، اللعيبه كلها بتحبه، وهو ولد يعني ملتزم واخ ليا، وكان معانا برضو في الناشئين، فربنا يكرمه الفتره اللي جايه، واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. طبعا انا كنت بتكلم انا وهاني من فتره كده، كنت بنتكلم وبتاع، بيقول لي يعني انا السنه دي يعني الحمد لله السنه اللي فاتت يعني، من السنه دي اللي خلصت خلاص اللي هي السنه الطويله ديت، كان بيقول لي ان انا مركز جدا، ولا انا مركز ان انا مش عايز مثلا اقعد، ولا انا عايز اهمد، لا بيقول لي انا عايز العب، عايز افضل العب، عايز ربنا يكرمني الفتره ديت، انا اشتغلت على نفسي كتير فعايز ربنا يكرمني. فحتى الفتره ديت انا يعني كان الماتش ده كان قبل الماتشين بالظبط بتاع المقاولين وماتش المقاولين وماتش الزمالك، سبحان الله يعني ربنا كرمه ولعب وكان كويس جدا في الماتشين، وربنا كرمه كان من نجوم المباراتين بصراحه، فهاني لعيب كبير، فهو زي ما بقول لك هو بيشتغل على نفسه كتير وربنا بيكرمه، فان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرمه باذن الله اكتر واكتر، واشوف المنتخب لانه يستاهل بصراحه.